هل تؤمن بالأشباح؟ لا تجيب عن هذا السؤال قبل أن تقرأ تلك المجازفة وتذهب مع جيري وتيري لاكتشاف سر الكهف المبهم على الشاطئ. فزاعة تعيش منذ 300 عام يطلع من كهفه عند اكتمال القمر ليحرس شاطئ فلا يدنو منه أي كائن حي. دي المقدمة اللي كانت مكتوبة في كتاب صرخة الرعب الجزء العاشر اسمه شاطئ الأشباح. ده كتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة في بداية حلقتنا من أحسن 5 كتب خفيفة تقراهم وانت مسافر، تقراهم على البحر، تقراهم وانت في الأوتوبيس مسافر تسلي بيهم وقتك. هنتكلم عن 5 كتب مش عميقة قوي ولكنها كتب لطيفة، كتب قيمة، كتب خفيفة ما تضايقكش في قرايتها، كتب منوعة. كل كتاب من الخمس كتب هنتكلم عنهم بيناسب حد معين وبيناسب فكر معين. أتمنى إن الحلقة دي تعجبكم، وما تنساش لو أنت عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك معنا في القناة. احنا بنعمل ريفيوز عن حاجات كتير جدا. الحلقة دي مختلفة شوية عن اللاين بتاع القناة عموما، يعني اللاين بتاع القناة احنا بنتكلم عن الحاجات المفيدة زي المكملات الغذائية والاعشاب الطبية وزيوت الشعر للناس اللي عندها مشاكل في الشعر وعلاجات عموما للشعر يعني. فتابعنا هتستفيد جدا في القناة معانا، واتمنى ان فعلا اللي بنقدمه يفيدك. طب اول كتاب معانا عشان ما اطولش عليك هو كتاب صرخة الرعب شاطئ الاشباح الجزء العاشر. انا بقول لك العنوان على بعضه عشان لو عايز تجيبه. الكتاب ده هو طبعا انا النسخة اللي عندي هي نسخة قديمة كنت جايبها من سور الأزبكية، هحط لكم الصورة بتاعتها هنا، ولكن هي في منها نسخ جديدة دار نهضة مصر نزلت منها من قيمة 2 كده، بيسموها نسخة منقحة او نسخة يعني متزبطة شوية، هي قصص مترجمة، فهي القصة هي كل حاجة هي. انا مش هتكلم عن حرق، بس للناس اللي عندها نوستالجيا بتاعة الرجوع لفترة ابتدائي واعدادي والقصص اللي كنا بنقراها صرخة الرعب وميكي جيب وتانتان والحاجات دي، هتبقى مناسبة جدا بالنسبة له القصة دي. ولو قريتها على البحر بالليل حقيقي هتحس بشوية خوف كده، فيعني خلي بالك من الموضوع ده. لو انت من الناس اللي قلبها رهيف كده وبتخاف، لا خلي بالك من الموضوع ده، لان القصة هي مش هقول رعب بس يعني فيها شوية ساسبنس كده. قصة لذيذة جدا، ارشحها لكم جدا. تقييمي ليها هو 7/10، هي قصة جميلة جدا وخفيفة، سناكس كده تقراها زي ما قلت لك وانت على البحر وانت في اوتوبيس السفر، تديك احساس جميل وتديك نوستالجيا للرجوع للماضي لزمن الكتب اللي كنا بنقراها زمان. تاني كتاب هنتكلم عنه النهاردة انك تقراه وانت مسافر، وهو للناس المحبين للفلسفة الصوفية او الناس المحبين للفلسفة عموما، وهو كتاب الروح والجسد للدكتور مصطفى محمود. هتبقى لكم برضو صورته هنا علشان تبقوا عارفينه. خلي بالكم ان كتب الدكتور مصطفى محمود الى حد ما هي كتب صغيرة وكتب شبه بعضها في الغلاف شوية، فخلي بالكم من الموضوع ده. يعني الكتاب ده ممكن تلاقي الغلاف بتاعه لون متغير، حاجة متغيرة بسيطة، ولكن هتلاقي مكتوب عليه الروح والجسد عموما يعني مفيش غيره. الكتاب ده هو الدكتور مصطفى محمود كتبه بعد مباشرة الكتاب المشهور لي او الكتاب الاكثر جدلا لي اللي هو رحلتي من الشك للايمان، وتقييمي للكتاب ده 10/10. الكتاب ده جميل جدا ومن الكتب اللي عجبتني جدا واثرت في حياتي جدا. الناس بقى اللي بتحب الروايات اثناء السفر والحاجات دي ما تقلقوش، انا مش نسيكم. الرواية اللي هنتكلم عنها دلوقتي وهي رواية ظل الافعى للكاتب الدكتور يوسف زيدان. دكتور يوسف زيدان من الكتاب اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي عموما، يعني هو تحيز صراحة، يعني كتاب انا بحبه عن نفسي. بيكتب باسلوب حلو، صيغه البلاغية ممتازة جدا، وصفه بيعجبني جدا. الكتاب ده مش من الكتب الحديثة للدكتور يوسف ولكنه كتاب قديم شوية، يعني تاريخه قديم يعني قصدي شوية. الرواية بتتكلم او ملخصها يعني بيتكلم عن الحياة الزوجية ما بين الراجل ومراته، بس من وجهة نظر احاسيس الرجالة
انا عشان كده بحب الدكتور يوسف زيدان، لان كل الكتاب بيجوا يكتبوا في الموضوع ده بيكتبوا الموضوع ان الست مجروحه وتعبانه ومعصوره عليها جبل الليمون. لا، انا عجبني دكتور يوسف ان هو هنا كتب الموضوع من وجهه نظر الراجل، وان الراجل برضه ممكن يكون عنده مشاعر ومشاعره تتاذي ويحصل له حاجات تضايقه نفسيا. الروايه مش هحرق لكم فيها اكتر من كده، ولكن هي روايه ممتازه جدا. الروايه برضه حجمها مش كبير، ممكن تخلصها في يوم او يومين وانت في السفرية كده، هتكون لذيذة جدا وهتعجبك جدا. وتقييمي للرواية دي هو 8 من 10. ليه 8 من 10؟ هي مش اعلى رواية لدكتور يوسف زيدان، لان هو عنده حاجات تانية اعلى، ولكن هي من الروايات الخفيفة اللذيذة اللي بتتكلم عن زي ما قلنا مشاعر الراجل مع مراته او مع اللي بيحبها عموما. يجي الرابع كتاب معانا، وهو لأصدقائنا بتوع التنمية البشرية ومحبي التنمية البشرية، وكيف تصبح ناجحا في 25 ثانية، وكيف تصبح ناجحا مش عارف في 50 يوم، والحاجات اللي بالكم منها دي. عموما انا مش من محبي قوي حاجات التنمية البشرية عموما يعني، ولكن الكتاب ده شدني جدا لما قريته. يعني كتاب حلو عجبني فعلا، من الكتب القيمة في المجال ده ومن الكتب الظريفة اللي أنصحك جدا تقراها. الكتاب ده هو كتاب أغنى رجل في بابل، اسمه أغنى رجل في بابل. هسيب لكم الصورة بتاعته هنا برضو علشان تبقوا عارفينه. الكتاب ده بيتكلم عن إيه؟ الكتاب ده هو ميكس ما بين تنمية بشرية على قصة أو حدوتة. هو بيحكي عن واحد في بابل بيشوف أغنى رجل في بابل ده كان بيعمل إيه علشان يبقى غني، وبيحاول يتعلم منه وخلافه. مش عايز أحرق لكم الأحداث الصراحة. الكتاب ده من الكتب الظريفة جدا في التنمية البشرية اللي عجبتني، اللي حسيت فيه، او يعني قصدي ما حسيتش فيه بملل، وما حسيتش ان هو بيرص لي معلومات ورا بعضها. حسيت الموضوع في سياق قصصي جميل جدا. كتاب حلو جدا تقراه وانت مسافر، هيفيدك وهتحس فيه ان دماغك بتشتغل كويس، وهتحس فيه باحساس حلو وانت بتقراه. نسيت اقولك ان الكتاب ده اللي كاتبه مليونير امريكي اسمه جورج كلاوسون. مليونير ده هو الكاتب بتاع الكتاب، بغض النظر يعني لو انت المعلومة دي تهمك او ما تهمكش، بس قلت اقولها لك. انا تقييمي للكتاب عموما 9 من 10. ليه 9 من 10؟ الكتاب كسر كل قواعد كتب التنمية البشرية المملة من وجهة نظري، ان انت تبقى ناجح وانت ازاي تبقى سوبرمان والكلام ده. لا، الكتاب ده ما فيهوش سوبرمان. الكتاب ده عبارة عن قصة او قصة تعلم شخص عادي من شخص ناجح بس. اتمنى ان انتوا لو مهتمين بالكتاب ده وجبتوه هو يعجبكم. ونيجي لاخر كتاب معانا واصدقائنا الستات والنساء المتابعين للقناة، وهو كتاب موجه اكتر للبنات. طبعا الرجال عايزين يقروه مفيش مشكلة، انا قريته عجبني جدا. ولكن هو كتاب موجه اكتر للبنات او للنساء عموما يعني. هو كتاب اسمه ارز بلبن لشخصين. كتاب اسمه يضحك شوية، ولكن الكتاب جميل قوي. حتى غلافه لونه بينك حلو قوي. انا هسيب لكم الغلاف او الصوره بتاعته برضو تشوفوها. الغلاف بتاعه جميل وجذاب جدا. انا من اكتر الحاجات اللي جذبتني ليه اصلا الغلاف بتاعه، وغلافه مبهج قوي. الكتاب ده هو عباره عن مدونات شكل خواطر كده عامه يعني. الكتاب ده بيصنف تحت قائمة كتب المدونات، وهو كتاب قديم مش حديث. نزل تقريبا في سنة تقريبا 2006 2007، ما اعرفش امتى بالظبط، ولكن هو قديم، هو مش حديث. الكاتبة اسمها رحاب بسام. كتاب حلو قوي، بيوصف مشاعر البنت اللي هي من 20 للـ30 بشكل حلو جدا. بيوصف تفاصيل يعني. انا انصح بالكتاب ده لاي حد او لاي بنت قاهرية من اسرة متوسطة. انت هتشوفي نفسك في الكتاب ده جدا، هتشوفي احاسيس، هتشوفي مشاعر جميلة جدا. كتاب انا واثق جدا ان اي حد هيقراه هيتبسط بيه جدا. كتاب خفيف صغير، حجمه مش كبير. قيمي للكتاب ده هو 10 من 10. ليه 10 من 10؟ صراحة اسلوبه جميل جدا. الكتاب ملخص ولكن سلس جدا يعني. كتاب ملخص وسلس ولكن حلو. الغلاف بتاعه عجبني جدا، ومن الحاجات اللي شدتني جدا فيه اسلوب الكاتبة ممتاز جدا. كتاب حلو عجبني في المجمل يعني. وفي النهاية
اتمنى يكون الترشيحات اللي انا رشحتها لكم للخمس كتب دول عجبتكم، ولو حد فيكم كان قرا الكتب دي قبل كده او اراهم لسه من قريب يكتب لي في الكومنتات تحت. لو النوعيه دي من الفيديوهات او نوعيه فيديوهات ترشيحات الكتب عجبتكم قولوا لي، وانا الفيديو الجاي على طول يعني هتحفكوا بحته فيديو اللي هو اسوأ خمس كتب قريتهم، يعني ده بقى ده احسن خمس كتب تقراهم في السفريه، لا انا هقول لك اسوأ خمس كتب قريتهم. الفيديو الجاي هيبقى لو عجبكم الفيديو ده، الفيديو الجاي هيكون اسوأ خمس كتب ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك في القناه من الزرار بتاع السبسكرايب اللي هنا، واشوفكم الحلقه الجايه من برنامج الاكسبيرمنت. كان معاكم عمرو خاطر، سلام عليكم.